السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم في حلقه جديده في فكره جديده بيرسبكتيف. وفي هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا غادي نرياكتو على الفسيقي في الدريلات. بطبيعه الحال ما ننساش اذا كان تعجبك الكونتوني ديالنا بارطاجي مع اصحابك وكومونتي لنا الراي ديالك ونبداو الفيديو. صمت الجسد ديالي عريان حطيتها في لي ريزو سوسيو لان كانت هي البلاصه الوحيده اللي لقيت فيها الحريه ديالي في فيسبوك انستغرام تويتر. وصراحه كانوا بزاف ديال التعاليق اللي تيقولوا بلي هادشي اللي كنقولوا هو حشومه حرام ما خصناش نديرو جسد ديال المراه ماشي فن. شي بعدا ما عندويش على حشومه ما عندويش على حرام، انا خدنا ما كنعرفهاش بعدا، انا اول مره غنشوف الريلات ديالها شكون واقعيين. راه ما بقاش حشومه وحرام، راه دابا إذا بغيتي تضعف شي سوسايتي شنو كتارغيتي ليها؟ لمن؟ نوديتي. نوديتي من؟ علاش كتارغيتي نوديتي؟ باش من تو جيت ويكر؟ يس. باش الرجال كخصك تضعف الرجال باش تضعف سوسايتي. علاش كتضعف الرجال باش تضعف سوسايتي؟ حيت الرجال هما اللي عزيز سوسايتي. يس بوحدهم. دونك انا رجال بنا سوسايتي، إذا ضعفنا الرجال ما تبقاش سوسايتي كيف ما هي. يس. دونك ماشي حرام ماشي حشومة، ما نقولك لا حرام لا حشومة. ولكن ايمورال اسات، لا ايمورال. لا ولكن هانتي دابا عندك واحد الجسم، جسد ديالك بغيتي تحطيه في غيزو سوسيو، علاش؟ شنو الفائده؟ واش الجسد ديالك واش ما عرفتش ما 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 ما, ما, ما خلاش باش شنو غيزيد المجتمع؟ شنو غيزيد ولا شنو يور بودي صات واحد البلان اللي ابار حرام ولا حشومه ولا كذا. الا رجعنا على مر العصور على عبر التاريخ، نرجعو حنا مسلمين، نرجعو لا ياك حنا مسلمين، الاسلام جاي من عند العرب، تبروج اللي كان عند الجاي فين شنو على فين كان الاسلام اول ما رسالة ديال محمد العرب رسالة المحمدية ديال محمد عليه الصلاة والسلام فين في السعودية. المهم ساكن ما كمل الفكرة ديالي ياك. دونك تما كاين التبروج اللي كان قبل ما يجي الاسلام، وكان شنو كان ما كان لعب على والو الصاد، كان نمشي هكاك. هذيك دابا التبرج كتخزو انت اللي كان في العار، اللي كان في العرب الجاهليه راه كان في اليونان، كان في حاجه فوالا يعني على مر العصور كيف ما قلت لك. دونك هادشي الصاد راه تجيبو فهمتي البنادم اللي جدك فوالا جدك راه يشوف هادشي فهمتي راه ماشي غير ايجي مقزز فهمتيني، غيجي فريمون ديكولاس فهمتيني. واش اكسيسيبل كيف ما دابا؟ دابا صرا بزاف راه اكسيسيبل، صحاب اللي قلت لك بوستي فيسبوك تويتر انستغرام، دونك هاد لي اولا هاد لي ميديا اصلا داروا لها اش داروا صافي باش ماشي ماشي باش يضعفوا الرجال. دونك حتى هي زعما خدامه على هاد على انا اللي بغيت اللي الفكره اللي بغيت يعني نوضح بالضبط هي سي كو هاد البلان ديال لو في ديال انك اونتربارونتيز كتسمى الحريه ديال نبيل الجسد ديالي، الجسد ديالي الحريه ديال ندير فيه اللي بغيت اكسيتيرا اكسيتيرا، لا مفهوم غلط. لان غتشوف ان الاصل شنو هو، ان البنات كيحشموا البنات لو كور ديالهم واحد الحاجه اللي هو اللي كيكري لهم لا فالور ديالهم فهمتيني. يعني كل ما تخباو كل ما كيكونوا فالوبل فهمتي، كل ما كيكونوا عندهم واحد القيم. يس عندي واحد بوينت زين فاسقي، هذا سؤال لك انت، باش جبتي انها لا ماشي حشومه ماشي حرام؟ فين جبتي هاد الرول هادي؟ شكون عطاك هاد الرول ديال هادي اتس اوكي باش انك ديرها؟ شكون عطاك هاد الرول هادي؟ راسك؟ الراي اللي كيعطينا راسنا دائما يقدر يعطي الراي لا محشومه، انا قد تجيني ماشي حشومه، واحد اخر تجي عادي، واحد اخر تجي ماشي عادي، واحد اخر غادي بارطاجيها غيساعدك باش انا يسبورتك كيشوفها ارت. دونك الراي ديال راسنا كاع ما تيهم نهائيا. علاش؟ بكل بساطة حيتاش كل واحد كيفاش تيشوف بحال قلت كل واحد اللوجيك ديالو. دونك كيخصنا نرجعو الأصل اكزاكتومون، خصنا يكون عندنا واحد الريفيرونس اللي بيه كنعرفو هادي زوينة، وريفيرونس ثابتة. اكزاكتومون ريفيرونس ثابتة وموثوق منا، ماشي أي ريفيرونس اللي هي كتعطينا هادي عادي ديرها ومزيان ديرها، هادي ما مزيانش ديرها بعيد عليها ولا راه خايبة. دونك شناهي هاد الأصل هذا؟ هو اصل الخالق، والله اللي خلقنا عطانا هاد الحاجه زوينه هاد الحاجه خايبه، هاد الحاجه زوينه هاد الحاجه خايبه. ولا كتسمع لي خي نعمان هذا راه جو بونس با راه مسلمه وقال يس وراه لا 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 تخرجكم ماشي مسلمه وي دونت كير اصلا بلاتي
واوي دونك كير ولكن ما نسميوش لك الافعال اللي كدير بحيث وخلي الشيء كيدير. لا انا قلت لك شوف مسلمه ماشي مسلمه مسيحيه وريفر منين جبتي الريفيرونس ديال هذه مزيانه هذه ما مزياناش ما عندكش. شوف شي واخا ما تكونش شي واخا تكون مسلم ولا ماشي مسلم واخا ما عندهاش الريفيرونس او موا اللي حاجه زوينه عليك. شوف شي او موا ما تنشرش هذا الكونتوني لمادام اللي مسلم فهمتي مادام اللي مسلم ما تحاولش انفلونسي بنادم اخي اللي مسلم واللي متدين وفي سوسايتي خصوصا المغاربه اخي راه بلد اسلامي المغرب بلد اسلامي ما كنظنش ان راه عندها الحق تنشر عندنا الثقافه ديالها حيت عجبها ذاتها غتر سموه تحطو في اي حاجه. نرجعو لواحد بلوس ما راه الجسم ديالك رسمتي ولا ما رسمتيش ما كينفعناش اصلا كي رسمتي المرأة ملي كتبرج ملي كتعرى راه ما كتبقاش عندها واحد القيمه حيت نقول لك علاش الذهب والالماس والحجر الحجر الكريمه كتلقاو تحت الارض علاش مخبيين تحت الارض حيت كريمه دير بريشيس غارق غارقتي شي 16 شحال صعيب توصل ليهم راه اكزاكتلي ذا سيم ثينغ مع المراه اكزاكتوم. وهادشي علاش الصوت الاسلام تيكرم المراه فوالا هكا ماشي كتفالو كتكرم راسكم هكا كتحتقر راسكم صبت الفاليو. شوف المراه هادي معروفه المراه كتزاد الفاليو ديالها كتخصها تحافظ عليها داتسيت هادي هي الحاجه الوحيده كيخصك انت شي بنت اللي كانت تتفرج حافظي على راسك علاش حيت هادي هي الخدمه الوحيده اللي خاصك ديري هي تحافظي ما خاصك لا تيمبروفي لا والو هادي انك تحافظي على راسك بطبيعه الحال هي الحفاظ على راسك هي ان الجمال ديالك خبيه لراسك حيت كل ما خبيتي الجمال ديالك راسك كل ما كتكوني مور بريشيس مور فالوبل على انك تكوني عريانه وكلشي شافك حيت كل ما كنتي كتعري وكلشي شافك كل ما كتنقص الفاليو ديالك وكل ما باش كنعرفوا الفاليو بطبيعه الحال السوسايتي الفاليو ديال السوسايتي والفاليو ديالك بينك وبين الله ياك وتش الله سبحانه وتعالى غير في القران عاطي داك الامر yes. ديال راه ما خصكمش تبرجوا دونك خصك تغطي الجمال ديالك بصفه عامه علاش بطبيعه الحال كل ما كثرت النيوديتي كل ما الماسكولينيتي كطيح عند المان بصفه عامه وكل ما انا نزيد واحد اللعيبه مهمه هنا يقطعتك باسكو كل ما زادت النيوديتي والبنات بلاو تيبينوا لو كور ديالهم ولا تي نقدروا نسميو واحد شي فيلغاريزا ولا كور ديالهم هما بحد ذاتهم كيوليو كان حنايا كنشوفوهم من الاخر كبروداكت انا ما غنشوفش بنت معايا غادي نشوف عائله ولا نشوف شي حاجه داخل برودوي ملي كنقولوا برودوي راه باين شنو كنقصد دونك كتشيو راسكم فهمتيني وهذا راه باين لوبجيكتيف ديال من لوبجيكتيف ديال الفيمينيزم ولوبجيكتيف ديال الكابيتاليزم ولوبجيكتيف ديال الليبراليه دونك كمل الفكره ديالك علاش حيت بكل بساطه عندها واحد الار او اي طالع بزاف عند الليبراليه وعند الدوله بصفه عامه ماشي الدوله المغرب زعما العالم بصفه عامه بكل بساطه الاخوان راه الا تعريتي اختي كتفرجي في هذا الفيديو هذا نعطيو مثال انا نعطيكم الدراري وجاوبوني بكل صراحه هما دراري هنايا انا ماشي كنهضروا مع كنتخيلوا هما دراري وحتى شي دري هنا اللي كيتفرج كومونتي لينا الراي ديالك الصوت كاينين جوج بنات ياك واحد البنت مغطيه ما نقولوش دايره حجاب ولا نقاب فقط لابسه محترم ما كيبانش البادي ديالها ما كيبانش وحده اخرى عندها شيء مفرقع ياك وكتعطرك حتى اي واحد ومزيره على الحوايج ولا مبينه الحمى هذيك البنت الا مشيتي عندها هذيك البنت اللي مزيره على الحمى مشيتي عندها واش بغات تكون مات ولادك نو الصوت علاش حيت ديجا انت تاتيريتي الصوت تاكتيفاليك الصوت مود سيكسييل فراسك ملي غتمشي غتقصدها فور سيكس ما تبقاش تكذب على راسك واش خطات بلاتي عندي الصح في هاد البلانات دونك الا كان عندي الصح كومونتي لي عندي الصح باش نعرف بلي راه كلشي بحال هكا بالنسبه هذيك البنت اللي مغطيه الا مشيتي عندها غتشوفها ك ك ك ك بنادم كإنسان لا هي ما غاتانتريش ما تاتيريك ولكن الا مشيتي هضرتي معاها الا وراك باغي تزوجها باغا تكون مات ولادك فهمتي علاش اش قلت لك ما تانتريساش حيت الحاجه اللي ديجا انت عارفها ما كتمشيش تقلب انا كتزيد تعرفها الحاجه اللي ما كتعرفهاش هي اللي كتمشي تقلب عرفتي شنو غايقولوا لك بحال هاد خدنا هادي اللي كيفولو هاد الموفمنت هذا وانت مكبوت عقلك الصاد كيفاش بنت كتبين لوكور ديالها وكتلبس يعني شي حاجه متبرجه راه هي براسها باغا داكشي فهمتيني هي باغا دير لاطونسيون ما كاينش شي ريزن حداخر ديال لا كنت داكشي لراسي
بلاتي بلاتي لكن بلاتي لكن شي وحده كانت تفكر بحال هكا زعما انا راه حيت مكبوت عليا قلت الهضره هذه ولا اي واحد قال اتفق معايا في الهضره دونك راه مكبوت لبسي طبيعه البشريه بلاتي 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 لبسي عريانه وخرجي للزنقه وتمشي وشوف شحال من واحد يبقى كيشوف فيك ذاتس نيتشر راه ماشي بالضروره شاجل راه فريمون غاتاثيري الدري بغيتي ولا كرهتي هذه 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 حاجه عاديه بطبيعه الحال كنهضروا على ميديوم هاي تيستوستيرون ليفل في الفيزيك الا كان عنده لو تيستوستيرون وكان ديما جمع مع بنات لو ماسكولين الا كان ليس ماسكولين غايشوفك دايزا وبطبيعه الحال هذا اصلا ليس ماسكولين وهذا النوع ديال الرجال هما اللي مبغيناهمش يكونوا في سوسايتي وما يبقاوش في سوسايتي ديالنا فهمتي هما هذا النوع هذا وما علاش اصلا تيديروا هاد الفيديوهات هادو باش يحاول باش نحاولوا نعاونوهم باش يزيدوا في الماسكولينيتي ديالهم هذا راه واحد الضعف كبير حيت النوع هذا بالضبط تلقاه الصاد كيخاف من انه يدير تشالنج جديد دائما في الكومفورت زون دائما شوف بلا ما نعطيو بزاف كنلقاوه ويك ومن المواصفات ديال الويك ديال الويك مان هي هاد البلان هذا عنده ليس ديزاير سيكشوال ديزاير دونك الا لا بلنا لك حنايا انا تنقول هاد الهضره على وديت مكبوتين ذاتس نيتشر ماشي مكبوتين اكزاكتو واحد البلان في نفس السياق وديك الساعه سولنا هذا السؤال هذا باش ما يتريتهاش شي واحد عاوتاني غلطه هذه لا ناتور كيف ما قلنا ولكن اوطون كحنايا مسلمين راه عندنا واحد الامر من عند الله سبحانه وتعالى اذا كنت خصنا نردو البصر كيقول لك ما عقلتش شكون فين قالوا واش ابو تيميه وما شكون اذا كان ماما كانت ديك البنت يعني اتراكتيف علي دعوه حتى تيخصك تهبط النيفو يعني طيح فهذاك الشيء نقولوا تهبط دوك الكوره هذيك وتغض البصر هذيك فهمتيني يعني واخا تكون فريمون لابسه شي حاجه اللي اتراكتيف لولدك ولكن جاية هبط عينيك وما تعطيهاش فاليو اصلا هبط عينيك علاش خير ضوان حنا ما تيكون عندنا داك هاد البوينت يسول حيت حنا تيكون عندنا داك البلان ديال كاينه لا ناتور ما كتواجهها وهذا الشيء علاش الاسلام ديالنا ملي كتواجهها كتزيد يعني كي ليميتينا في هاد البلان ديال سيكو خاصك كما قالك نعمان تشوف ديك خدنا يعني هاي تيستوستيرون ليفل غاتجيك واحد لو ديزاك شويه غاتخصك تمشي مثلا تهضر معاه وكذا كاين هنا فين تيجي الاسلام ديالنا وكيروضنا كيعطينا داك الامر ديال الغض بالبصر باش شنو باش ما نمشيوش يعني نديرو شي حاجه اللي ما خصهاش تاع وواحد البلان واحد اخر هو سيك يعني نتايا اوطونكا اوطونكا دري فريمون ملي كتشوف واحد البنت اللي متبرجه ما تريتهاش انا عادي ما ديك عادي ما عادياش فريمون ما عادياش صافي شوف عندي واحد الميساج اللي مهم للدراري وغاتفقوا معايا فيه دراري راه البنات تتعراو سببنا حنا اكزاكتلي كنعطيهم الاتنشن الصاط اللي كيقلبوا عليه كو كان الصاط اوكي كو كان ماشي هاد البنت هذه اللي كتعرى اتس اوكي انا تعرى وكتقول انا كنتعرى لراسي سيري لشي بلاصه فيها غير البنات وتعري فيها نو كما تديري حتى الماكياج سيري لشي بلاصه بقاي في داركم مع الريو ما ديرش ماكياج وما تزينيش فهمتي لا يا ربي تزيني في وسطاكم هادشي بغيت نقصد تزيني وسطاكم ولبسي داك اللباس اللي كتبغي تخرجي به الا كنتي كدير هادشي على راسك الا كان شي الا كان مجتمع الصاط فيه دراري كاع تيسوقوا لهذا النوع هذا كاع ما كنتي تلبسي هذا اللباس هذا دونك انت كتقلبي على هذا النوع ديال الدراري واحد هذه هي اصلا نيتشر ماشي نوع ديال الدراري دوك انا هي دوات على لي كاريكاتور ودوات على الرسم حيت ما حطاش اي قالت لي رسمات راسها وحطاتها في الاخر إذا رجعنا شحال هذه كانوا الناس كيديروا تماثيل بحال التماثيل كيكون فيهم زعما حنا كاع بعض البار ديالهم مبينين شنو كيبان لكم مقارنه زعما واش نفس الموضوع ولا زعما واش نفس الحاجه اولا هذاك الشيء دار على ود حاجه اخرى هذيك بيضوي البلان ديال الرسومات يعني دوات الارواح اللي كيكون فيهم الوجوه حرام والتماثيل حتى هما حرام لا واش تدر على الجريك ميثولوجي والعبادات واش هذاك داك الشيء حرام فهمتيني المجسدات اي عرفنا حرام ولكن زعما تهضر على واش موفمون زعما واش زعما التاثير ديالو راه نفس البلان دونك نفس البلان ما كاينش الاصل داك الشيء اصلا عربات حرام فوالا انت فهمتيني حرام اصلا دونك باش نكلوتيريو الفيديو ديالنا سي كو البنت اون فوا كتعرى كتفقد لا فالو ديالها والكونسيبت ديال الحريه مسؤولين ساليو به الفيديو سي كو راه ما كايناش حريه مطلقه ما كايناش
بين حريه الاختيار شكون او ميم طون قبل ما تكون حر في المجتمع انت راك عبد دير واحد الاله اللي عطاك واحد لي واحد واحد الاوامر واحد الضوابط خاصك تتبعهم. من دوك الضوابط ودوك الاوامر اش كيقول لك البنت؟ تيقول لك ما تبرجيش تبرج الجاهليه نقطه الى السطر وديري الحجاب دونك بوين فينال. حاجه واحده اخرى بلاتي كنريسبكتي اي بنت كنريسبكتيو ماشي كنريسبكتي اي بنت دير حجاب. علاش؟ حيت الصوت كتاخذ ليس اتنشن فروم من ورغم ذلك كتبقى به وكديرو ما كديروش على وديت الله تديرو على وديت الله سو ريسبكت وما تسوقيش لهاد الناس هادو نهائيا وكيب كوين وصافي. هادشي عندنا ما نقولو اخوان تلقاو في فيديو جديد.